كانت في القسم الثاني، كانوا 5-0 للغاتسية. والآن كرة لفراس، فراس بيحصلها، فراس بيحاول لعبها على طول، فراس لسعود المجمد، تمر وجهاد الحسين وحارس المرمى ويقول له قوم. ركلة جزاء، ركلة جزاء. بعد ما انتظر وشاف ناصر شطي حكم المباراة يعلن عن ركلة جزاء على حارس مرمى ساحل المتألق. حقيقة علي كاظم اللي شال كرتين صعبين في بداية الشوط. وهنا اللعبة البداية، هنا اللعبة البداية. شايف سعود المجمد لما لعبها بالراس وتنزل لجهاد الحسين، وجهاد حاول يمر ومعاه على طول الحارس علي كاظم ليعلن حكم المباراة الدولي مشعل العسعوسي عن ركلة جزاء في الدقيقة 14، في الدقيقة 14 من الشوط الثاني. إذا ركلة جزاء، ركلة جزاء فراس الخطيب. ممكن هذه، شوف اللعبة، جهاد أخذها ومر صح، وهنا أيضا حاول حارس المرمى وفي النهاية لم يكمل جهاد الحسين المشوار بالإعاقة من علي كاظم. فراس الخطيب هل يرفع رصيده ل13 هدف والقادسية للهدف السادس؟ فراس، 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 جول فراس الخطيب، والهدف رقم 13 له في الدوري الكويتي هذا الموسم، وهاتريك، هاتريك لفراس، هاتريك لفراس. إذن فراس الخطيب يسجل في الدقيقة 14، في الدقيقة 14 هدف فراس خطيب، سجل هدف جميل جدا ويبتسم بالتأكيد، عنده 3 أهداف اليوم، هاتريك، سجل الهدف السادس. إذن مغادرة عصام.